أهلا بكم يا أصدقائي، أنا صديقكم أرنوب، وأنا جائع جدا يا أصدقائي وأريد أن آكل. ولكن كيف يمكنني الوصول إلى الجزر؟ فكروا معي يا أصدقائي، كيف أعبر النهر وأصل للجزر؟ دعونا نرى ماذا يوجد حولنا. صديقتي سلحفة، وصديقي الفيل الكبير، وصديقتي النملة النشيطة، وصديقتي الزرافة الطويلة، وصديقي الغزال اللطيف، وصديقي الأسد القوي. فكروا معي يا أصدقائي، من منهم يستطيع مساعدتي في عبور النهر؟ من يا ترى يستطيع مساعدتي؟ سلحوفة، الفيل، النملة، أم الزرافة؟ ربما الغزال، وربما الأسد. من منهم يستطيع مساعدتي يا أصدقاء؟ أخبروني. ماذا؟ ماذا قلتم؟ نعم، أحببتم يا أصدقائي، إنها سلحوفة. نعم، سلحوفة تستطيع مساعدتي لأعبر النهر. شكرا شكرا يا أصدقائي. هيا بنا إلى الجزر يا أصدقائي، هيا بنا. شكرا شكرا لكم أيها الأبطال، شكرا لكم. صديقكم أرنوب، كرتي عالقة في الأعلى وأريد منكم مساعدتي في الوصول إليها. فكروا معي يا أصدقائي، كيف أستطيع الوصول إلى كرتي؟ دعونا نرى ماذا لدينا هنا. المصباح، الصندوق، العربة، السلم، الدلو، المطرقة. فكروا معي يا أصدقائي، ما هو الشيء الذي أستطيع استخدامه للوصول إلى الكرة؟ المصباح أم الصندوق؟ ربما العربة، وربما السلم، قد يكون الدلو أو المطرقة. ما هو الشيء الذي سأستخدمه للوصول إلى الكرة يا أصدقائي؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ نعم نعم، أحسنتم، السلم. باستخدام السلم أصل إلى كرتي. أنتم أذكياء حقا. شكرا شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكم. أهلا يا أصدقائي، أنا صديقكم أرنوب وأريد أن أزور جدي، لكن كيف أصل إلى بيت جدي؟ كيف يمكنني أن أعبر النهر؟ فكروا معي يا أصدقائي، كيف أعبر النهر وأصل إلى بيت جدي؟ دعونا نرى ماذا لدينا هنا. السيارة، الدراجة، القارب، سكوتر، القطار. فكروا معي يا أصدقائي، ما هو الشيء الذي أستطيع استخدامه لكي أعبر النهر وأصل إلى جدي؟ ما هو الشيء الذي سأستخدمه للوصول إلى جدي يا أصدقائي؟ السيارة أم الدراجة؟ ربما القارب.
أم سكوتر وربما القطار. ماذا يمكن لي أن أستخدم؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ نعم نعم أقصدتم القارب. باستخدام القارب سأصل إلى جدي. شكرا شكرا لكم يا أصدقائي. شكرا لكم. شكرا أيها الأطفال الأذكياء لأنكم ساعدتم أرنوبي في الوصول إلي. شكرا لكم أيها الأبطال. كلنا نحب أناشيد. أناشيد روما. أصدقائي أنا صديقكم أرنوب. ما رأيكم في سيارتي الجديدة؟ هل هي جميلة؟ ما هذا؟ لقد تعطلت سيارتي. لا، كيف أستطيع إصلاحها؟ فكروا معي يا أصدقائي، كيف سأصلح سيارتي؟ دعونا نرى ماذا لدينا هنا. الشرطي. رجل الإطفاء. الطبيب. ميكانيكي السيارات. رائد الفضاء. فكروا معي يا أصدقائي، من هو الذي يستطيع مساعدتي في إصلاح سيارتي؟ الشرطي أم رجل الإطفاء؟ ربما الطبيب، وربما ميكانيكي السيارات، وربما رائد الفضاء. من يا ترى يستطيع مساعدتي في إصلاح سيارتي؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ نعم أحسنتم، ميكانيكي السيارات سيصلح سيارتي. نحن كلنا نحب كلنا نحب كلنا نحب أناشيد الروضة. شكرا شكرا لكم يا أصدقائي. شكرا لكم وشكرا لك أيها الميكانيكي اللطيف. أهلا يا أصدقائي، أنا صديقكم أرنوب وأريد اليوم زيارة صديقي قرود، ولكن ما هي الهدية التي سأخذها معي؟ فكروا معي يا أصدقائي، ماذا سأخذ معي لصديقي قرود؟ دعونا نرى ماذا لدينا هنا. الكرة، الماوس، الساعة، القلم، القبعة، الكتاب. فكروا معي يا أصدقائي، ماذا يحب صديقي قرود؟ الكرة أم الماوس؟ ربما الساعة، وربما القلم. هل هي القبعة أم الكتاب؟ ماذا يمكن أن أخذ معي؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، الماوس. نعم صديقي قرود يحب الماوس. شكرا شكرا لكم يا أصدقائي. هيا إلى بيت قرود، هيا بنا. نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة. كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب.
مغامرات النور. أهلا يا أصدقائي، أنا صديقكم أرنوب. الجو ممطر اليوم وأنا أريد الخروج، ولكن كيف أخرج دون أن أبتل؟ فكروا معي يا أصدقائي، كيف أخرج دون أن أبتل؟ دعونا نرى ماذا لدينا هنا. الحقيبة، المظلة، العدسة، النظارة، والمنظار. فكروا معي يا أصدقائي، ما هو الشيء الذي سأخذه معي في هذا الجو الممطر؟ الحقيبة أم المظلة؟ ربما العدسة، وربما النظارة، ربما المنظار. ما هو الشيء الذي سأخذه معي لكي أخرج؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم! نعم، المظلة! شكراً شكراً لكم يا أصدقائي، هكذا أستطيع الخروج تحت المطر دون أن يبللني. شكراً شكراً لكم أيها الأبطال، شكراً لكم. أهلا يا أصدقائي، أنا صديقكم أرنوب. لقد وجدت هذا الصندوق، ولكن كيف أستطيع فتحه؟ فكروا معي يا أصدقائي، كيف سأفتح هذا الصندوق؟ دعونا نرى ماذا لدينا هنا. المصباح، الكرة، الخريطة، المفتاح، الحقيبة، الدبدوب. فكروا معي يا أصدقائي، ما هو الشيء الذي سأستخدمه لفتح الصندوق؟ المصباح أم الكرة؟ ربما الخريطة، وربما المفتاح. قد تكون الحقيبة، وربما الدبدوب. ما هو الشيء الذي سأستخدمه لفتح الصندوق؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم! المفتاح! نعم، المفتاح! سأفتح الصندوق باستخدام المفتاح! شكراً! شكراً لكم يا أصدقائي! شكراً لكم! يا أصدقائي، أنا صديقكم أرنوب. أنا وأصدقائي سوف نصل إلى الجزيرة قريبا. هيا هيا بنا. ما هذا؟ ما الذي حصل؟ لا، لقد توقفت الرياح. ماذا سنفعل؟ كيف نصل إلى الجزيرة؟ فكروا معي يا أصدقائي، كيف نحرك الشراع لكي يدفع السفينة إلى الأمام؟ نحن نحتاج الرياح، ولكنها توقفت. دعونا نرى ماذا لدينا هنا. الكاميرا، المظلة، المطرقة، مكبر الصوت، المروحة، القبعة. فكروا معي يا أصدقائي، ما هو الشيء الذي سيجعل الشراع يتحرك؟ الكاميرا أم المظلة؟ ربما المطرقة، وربما مكبر الصوت، ربما المروحة، وربما القبعة. ما
هو الشيء الذي سيحرك الشراح؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم! المروحة! نعم، المروحة! هكذا نستطيع الوصول إلى الجزيرة! شكراً! شكراً لكم يا أصدقائي! شكراً لكم! لقد وصلنا إلى الجزيرة! أنتم أطفال أذكياء حقاً! شكراً لكم أيها الأبطال! كلنا نحب أناشيد الروضة! أناشيد الروضة! أهلا بكم يا أصدقائي، أنا صديقكم أرنوب. أنا وأصدقائي في نزهة جميلة على شاطئ البحر. السماء صافية ورمال الشاطئ جميلة جدا، ومياه البحر أجمل. يبدو أن الجميع مستمتعون في هذه النزهة، وأنا أيضا يجب أن أستمتع بعصير الجزر اللذيذ والمقوي. ما هذا؟ صديقة النملة! يا إلهي! صديقة النملة استغرق! أنقذوني! ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل لإنقاذها؟ أنقذوني! أنقذوني! لنرى ماذا لدينا بسرعة! الكرة! الدراجة! طوق النجاة! البالون! المظلة! الكرسي! فكروا معي يا أصدقائي بسرعة! كيف سننقذ صديقة النملة؟ بسرعة بسرعة! ما هو الشيء الذي سأستخدمه لإنقاذها؟ الكرة أم الدراجة؟ لا لا لا، ربما طوق النجاة. لا، ربما البالون. المظلة أم الكرسي؟ بسرعة يا أصدقائي بسرعة! ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم! طوق النجاة! نعم، طوق النجاة! شكراً لكم يا أصدقائي! شكراً لكم! لقد أنقذنا صديقتي! شكراً لكم أيها الأبطال! شكراً لكم يا أصدقائي! أناشيد الروضة! كلنا نحب! نحن كلنا نحب! أناشيد الروضة! أهلا يا أصدقائي، أنا صديقكم أرنوب. أنا وأصدقائي سنقوم اليوم باستكشاف الكهف الكبير. ها؟ لقد نام صديقي الفيل. استيقظ يا صديقي، سنبدأ المغامرة الآن. حسنا، يبدو أنه لا يريد الذهاب معنا. لنبدأ المغامرة. هذا هو الكهف، إنه مظلم جدا، علينا تشغيل الأضواء. هاي انظروا يا أصدقائي، إنها جوهرة أناشيد الروضة. إنها رائعة حقا. نعم كلنا. أوه، ما هذا؟ ما الذي حصل؟ لا، لقد أغلق هذا الحجر الكبير بوابة الكهف. ماذا سنفعل؟ لحظة، صديقي الفيل يستطيع تحطيم هذه الصخرة، ولكنه نائم في الخارج. كيف سنخبره بأننا عالقون هنا؟ فكروا معي يا أصدقائي، كيف نجعل صديق الفيل يسمع صوتنا؟ دعونا نرى ماذا لدينا هنا. المصباح، مكبر الصوت، الفطر، دفتر الملاحظات، الحقيبة، الخريطة. فكر.
فكروا معي أصدقائي، ما هو الشيء الذي سيرفع صوتنا لكي يصل إلى صديق فيه؟ المصباح، المكبر الصوت، ربما الفطر، وربما دفتر الملاحظات، قد تكون الحقيبة، وربما الخريطة. ما هو الشيء الذي سيرفع صوتنا؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، مكبر الصوت. نعم، مكبر الصوت. باستخدام مكبر الصوت سيسمع صديق الفيل صوتنا. أنايزا، أنايزا، أنقذنا يا صديق الفيل. أنايزا، أنايزا، استيقظ، هيا استيقظ. نعم، أنايزا، أنايزا، لقد نجحنا، يبدو أنه سمعنا. شكرا لكم يا أصدقائي، وشكرا لك أيها الفيل القوي. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب. شكرا لكم، أنتم أطفال أذكياء حقا. أهلا بكم أصدقائي الأطفال، أنا صديقكم أرنوب. انظروا، السيد دبدوب جالس هناك. ماذا يفعل يا ترى؟ ما الأمر يا سيد دبدوب؟ ماذا تفعل هنا؟ أنا متعب وجائع يا أرنوب، بحثت في كل مكان عن العسل ولم أجده. أرجوك ساعدني يا أرنوب، أنت وأصدقائك الأطفال. هل سمعتم يا أصدقائي؟ السيد دبدوب يحتاج مساعدتنا. حسناً، من أين سنحصل على العسل؟ فكروا معي، من من أصدقائي يستطيع مساعدتي في الحصول على العسل؟ الأسد، الحصان، النحلة، الزرافة، قرود، أم سلحوفة؟ فكروا معي يا أصدقائي، من منهم يستطيع مساعدتي؟ الأسد أم الحصان؟ ربما النحلة، وربما الزرافة، ربما صديقي قرود، وربما صديقتي سلحوفة. من الذي يستطيع مساعدتي في إحضار العسل؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، صديقة النحلة لديها الكثير من العسل. تفضل يا سيد دبدوب، هذا هو العسل. شكرا لك يا أرنوب، وشكرا لأصدقائي الأطفال. شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكم أيها الأطفال الأبطال. أهلا بكم أصدقائي الأطفال، أنا صديقكم أرنوب. أنا وأصدقائي سنحتفل اليوم في منزلي، ولقد جهزت كل شيء للاحتفال. لا، لقد انسكب العصير واتسخت الأرض، ماذا سأفعل؟ بقي قليل من الوقت ويبدأ الاحتفال. فكروا معي يا أصدقائي، كيف سأنظف الأرض؟
دعونا نرى ماذا لدينا هنا. الإسفنجة، الهدية، البالون، القبعة، المطرقة، الكاميرا. فكروا معي يا أصدقائي، ما هو الشيء الذي سأستخدمه لتنظيف الأرض؟ الإسفنجة أم الهدية؟ ربما البالون، وربما القبعة، قد تكون المطرقة، وقد تكون الكاميرا. ما هو الشيء الذي سأستخدمه لتنظيف الأرض؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، الإسفنجة. نعم، الإسفنجة. باستخدام الإسفنجة سأنظف الأرض. شكرا، شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكم. نعم، كلنا نحب أنا سيد الروضة. أهلا بكم يا أصدقائي، وأهلا بكل أصدقائي الأطفال أيضا. كلنا نحب أناشيد الروضة. كلنا نحب، نحن كلنا نحب. نعم كلنا نحب أناشيد الروضة. أناشيد الروضة. أهلا بكم يا أصدقائي، أنا صديقكم أرنوب. أنا وأصدقائي سنذهب في رحلة لجمع الفراولة. أنا أحب الفراولة كثيرا، وأنتم بالتأكيد تحبونها مثلي يا أصدقائي الأطفال. إنها لذيذة ومفيدة. الذي حصل؟ هل أنت بخير يا صديقتي؟ جيد، صديقتي الفراشة بخير، ويمكنها أن تكمل الرحلة معنا. أظن أننا أصبحنا قريبين جدا من أرض الفراولة. لم يبق سوى القليل ونصل يا أصدقائي. انظروا يا أصدقائي، هذه هي أرض الفراولة. يوجد الكثير من الفراولة الحمراء اللذيذة والشهية، لنجمعها سويا. هيا بنا. لقد وصلنا إلى أرض الفراولة. إنها جميلة جدا. لنجمع الفراولة معا يا أصدقاء. أظن أننا جمعنا ما يكفي من الفراولة. هيا يا أصدقائي، علينا أن نغادر قبل أن يتأخر الوقت. هيا هيا يا أصدقائي بسرعة، تعالوا، حان وقت العودة. ها، أين سلحفة؟ ما الذي تفعله هناك؟ سلحفة، ما الذي تفعلينه؟ هيا تعالي بسرعة. لا، يا إلهي، لقد تحطم الجسر، وصديقتي سلحفة عالقة هناك. ماذا سنفعل؟ فكروا معي يا أصدقائي، كيف سننقذ سلحفة؟ لنرى ماذا لدينا هنا. السلة، العدسة، الحذاء، الطائرة الشراعية، الغصن، الإبريق. فكروا معي يا أصدقائي،
ما هو الشيء الذي سنستخدمه لإنقاذ صديقتي سلحوفة؟ السلة أم العدسة؟ الحذاء أم الطائرة الشراعية؟ ربما الغصن وربما الإبريق. ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، الطائرة الشراعية. باستخدام الطائرة الشراعية سننقذ سلحوفة. شكرا، شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكم. أنا قادم يا سلحوفة، أرنوب البطل سوف ينقذ سلحوفة. شكرا لكم أيها الأطفال الشطار. أهلا بكم أصدقائي الأطفال، أنا صديقكم أرنوب. أهلا يا أصدقائي، أنا صديقكم أرنوب المحبوس. لقد حبسني هذا الصياد في القفص وأغلقه بهذا القفل وأخذ معه المفتاح. وأنا لا يمكنني الخروج من هنا. فكروا معي يا أصدقائي، كيف يمكن لنا أن نحصل على المفتاح دون أن نقترب من الصياد؟ لنرى ماذا لدينا هنا. الكعكة، المغناطيس، المقص، العجلة، الحاسبة أم الدفتر؟ فكروا معي يا أصدقائي، ما هو الشيء الذي سنستخدمه لكي نحصل على المفتاح؟ الكعكة أم المغناطيس؟ ربما المقص وربما العجلة. قد تكون الحاسبة وربما الدفتر. ما هو الشيء الذي سنستخدمه لكي نحصل على المفتاح؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، المغناطيس، إنه المغناطيس. باستخدام المغناطيس سنحصل على المفتاح ونفتح القفص. أحسنتم، أحسنتم أيها الشطار. شكرا، شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكم. نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة. كلنا نحب، كلنا نحب. مغامرات النوب، المهمات الصعبة. لقد انتهيت من إصلاح هذا الجهاز. ألوان ألوان، نحن الألوان. ما هذا؟ سلحوفة، قربي الصورة. إنه جسم غريب. علينا أن نذهب إلى الجزيرة بسرعة. نحن كلنا نحب. Yeah!
مستعد للانطلاق. لقد وصلت إلى الجزيرة، سأهبط في الحال. إنها مركبة غريبة. هل من أحد هنا؟ هل أنت بخير أيها الصغير؟ ما المشكلة في هذا المحرك؟ يبدو أن هذا المسنن معطل ويحتاج إلى تغيير. صديقي قرود، أرسل لنا مسنناً جديداً. نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة. كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة. حسناً أيها الصغير، سنستبدل المسنن القديم بآخر جديد، وسيعمل المحرك بكل تأكيد. نحن كلنا نحب، هذا هو المسنن الجديد. كلنا نحب أناشيد الروضة. كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة. هذا رائع، المحرك يعمل بشكل جيد. أيها الصغير، مع السلامة. إلى اللقاء. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك، نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. نعم كلنا نحب أناشيد الروضة.